السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد، حركات التحرر من الانتداب الفرنسي والبريطاني وتحقيق الاستقلال في بلاد الشام والعراق في أجام 213 تاريخ العرب الحديث والمعاصر للمستوى الثالث. دعونا معا نستعرض أهداف درسنا لهذا اليوم. أن يتعرف الطالب بالظروف التي مهدت لحركات التحرر والاستقلال من الانتداب. الهدف الثاني أن يوضح الطالب السياسة الاستعمارية الفرنسية والبريطانية. الهدف الثالث أن يتتبع الطالب مراحل حركة التحرر في شرق الأردن والعراق من الانتداب البريطاني. دعونا معا نستعرض مقدمة بسيطة لهذا الدرس. سوف نتحدث عن مؤتمر سان ريمو في عام 1920، وتحدثنا عنه سابقا في الدروس السابقة. طبعا هذا المؤتمر كان في إيطاليا، وهدف هذا المؤتمر هو تقسيم المغانم، مغانم الحرب العالمية الأولى على الدول المنتصرة، كل من فرنسا وبريطانيا. ففرنسا أخذت دول معينة من الدول العربية، وبريطانيا أخذت دول محددة من الدول العربية وقامت بالانتداب عليها. لدينا أولاً حركات التحرر من الانتداب الفرنسي وتحقيق الاستقلال. نعني بحركات التحرر هي الدول العربية التي تطالب بالاستقلال من خلال العديد من الثورات المناهضة للاستعمار الأجنبي. أما معنى الانتداب فقد أخذناه في اللي هو الدروس السابقة، وهي معناتها هي أن تتولى دولة كبرى شؤون دولة لا عهد لها بالحكم. دعونا معا نستعرض الظروف الملائمة، ونعني بالظروف الملائمة ما هي الظروف والعوامل التي ساعدت هذه الحركات للمطالبة بالاستقلال. أولا لدينا هنا أول ظرف عندنا اللي هي سياسة التجزئة. طبعا كما اللي هو أخذنا في الدرس السابق بأن فرنسا قسمت سوريا ولبنان إلى عدة أقسام لكي تمسك زمام الأمور في سيطرتها وتثبت سيطرتها في كل من سوريا ولبنان. الظرف الثاني هو الهيمنة الاقتصادية. فقد ربطت فرنسا عملة البلاد بالفرنك الفرنسي، مما أدى إلى انخفاض قيمته بعد الحرب وتدهور الاقتصاد. ثانياً نهب الفرنسيون ثروات البلاد، من ضمن الثروات هي الموارد الطبيعية. ثلاثة السيطرة السياسية والإدارية. اتسمت السياسة الفرنسية بالسمات التالية: واحد، جمعت فرنسا لمندوبها السامي كل السلطات الإدارية والتشريعية والمالية. ثانياً احتل الفرنسيون المناصب الأساسية الإدارية وجعل المواطنين أدوات لهم. ثالثاً سيطرة الفرنسيون على الجيش والأمن والجمارك. رابعاً تحكموا بالتشريع. خامساً خنقوا الحريات وضيقوا على أحرار البلاد. نلاحظ هنا من خلال هذه النقاط أن الاستعمار الفرنسي بدأ تدريجياً باللي هو التحكم بالأمور الداخلية للبلاد. نتكلم الآن عن الثورة على الاستعمار وتحقيق الاستقلال. نتيجة للإجراءات والظروف التي قامت بها فرنسا تجاه الدول العربية، ظهرت العديد من الثورات والمظاهرات المناهضة للاستعمار الأجنبي، من أهمها الثورة السورية الكبرى التي تزعمها سلطان الأطرش. فقد حقق سلطان الأطرش العديد من الانتصارات الباهرة ضد الجيش الفرنسي، لكن بعد اللي هي سياسة القمع اللي استخدمتها فرنسا، طبعا اتجه سلطان الأطرش ورفاقه بالانسحاب إلى الأردن.
وفي أثناء الحرب العالمية الثانية فقد وعدت قدمت فرنسا وعودا كاذبة إلى الدول العربية طبعا مقابل الاحتفاظ بمواقع العسكرية وتقديم اللي هي مساعدات في حال اللي هو نشوب أي حرب. طبعا بعد الحرب العالمية الثانية طبعا بدأت هذه الوعود بالتلاشي وعادت اللي هي سياستهم القمعية والبشعة تجاه اللي هو الدول العربية. لدينا هنا تحقيق الاستقلال تحت تأثير الضغط الشعبي. التزمت فرنسا بوعودها بإعادة الحياة الدستورية فقامت بالتالي: أولاً إجراء انتخابات نيابية في سنة 1943 أسفرت عن اختيار شكري القوتلي رئيساً للجمهورية في سوريا وبشار الخوري رئيساً للجمهورية في لبنان. ثانياً إجلاء القوات الفرنسية من البلدين عام 1946 بعد أحداث دامية شهدتها دمشق. نأتي الآن الإجراءات أو الأحداث اللي صارت اللي هي بعد الاستقلال في كل من سوريا ولبنان. طبعا في عام 1945 انضمت كل من الدولتين إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة. شهد كل من لبنان وسوريا تحولات خطيرة بعد الاستقلال. طبعا هو صحيح ان لبنان وسوريا تم اللي هو الاعلان على الاستقلال، لكن لم ينعم كل من لبنان وسوريا بالاستقلال لان هناك اللي هي تحولات خطيره حدثت داخل اللي هو البلاد. اولا في لبنان طبعا شهدت لبنان حرب اهليه عنيفه في عام 1978، كذلك تعرضت لهجمات من قبل إسرائيل وخاصة اللي هو المنطقة الجنوبية من لبنان بسبب سماح لبنان للمقاومة الفلسطينية بشن هجمات ضد إسرائيل انطلاقا من أراضيه. كذلك شهدت سوريا تحولات خطيرة بعد الاستقلال، من أهمها عرفت سوريا سلسلة من الانقلابات العسكرية أدت إلى عودة شكري القوتلي إلى الحكم. شهدت تجربة الوحدة مع مصر وانتهت بالفشل. ساهمت في حرب 1967 وهي الحرب العربية الإسرائيلية وفقدت على أثرها هضبة الجولان. وأخيرا تدخلت لوقف الحرب الأهلية في لبنان. ثانياً حركات التحرر من الانتداب البريطاني وتحقيق الاستقلال. طبعاً انتهينا من الانتداب الفرنسي، ننتقل إلى الانتداب البريطاني في العديد من الدول التي سوف نستعرضها الآن. عندنا حركة التحرر في اللي هو شرق الأردن وتحقيق الاستقلال. راح نتكلم عن اللي هي مجريات الأحداث اللي صارت في شرق الأردن. طبعاً حولت بريطانيا منذ عام 1920 شرق الأردن إلى قاعدة رئيسية في المنطقة العربية. شهدت الأردن اضطرابات سياسية وعسكرية متعددة. قامت بريطانيا بمحاولة القيام بإصلاحات شكلية لكنها لم ترضي الأردنيين بالإصلاحات وطالبوا بإلقاء الانتداب. تواصلت المواجهات في سنة 1946 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وقعت بريطانيا معاهدة الصداقة مع الأردن في مارس في عام 1946 وأصبح الأمير عبد الله بموجبها ملكاً على البلاد.
لم تفي هذه المعاهدة بتطلعات الأردنيين للحصول على الاستقلال الحقيقي في ظل الهيمنة البريطانية الكاملة على مختلف المرافق الأردنية. أما الآن دعونا نستعرض أبرز أعمال ملوك الأردن. من أهم وأبرز الشخصيات في ملوك الأردن هو عبد الله الأول. من أبرز أعماله قيادة الجيوش العربية في الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1948، ثانياً الدخول إلى القدس، ثالثاً توحيد الأردن مع الضفة الغربية من فلسطين وانتخاب ممثلين لها في مجلس النواب الأردني. أما الشخصية الأخرى هو الملك حسين بن طلال. من أهم إنجازاته أو من أهم أعماله أولاً تعريب الجيش الأردني، ثانياً تحقيق الاستقرار السياسي، ثالثاً شهدت البلاد تطور اقتصادي ملحوظ، رابعاً خضعت البلاد حرب يونيو في عام 1967 خسرت على أثرها الضفة الغربية، خامساً دعم الأردن القضية الفلسطينية بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية بشأن مشاريع السلام، وتوجت بعقد اتفاقية عمان مع المنظمة سنة 1985. كما شهد العراق العديد من المظاهرات والثورات ضد الاستعمار الأجنبي أسوة بالدول المجاورة. ولدينا من أهم الثورات هي ثورة عام 1920. حيث أعلن الشعب العراقي الثورة على الاستعمار البريطاني بهدف أولاً سحب القوات البريطانية من العراق، ثانياً منح العراق الاستقلال. ومن أبرز نتائج ثورة عام 1920 على الانتداب البريطاني هي أولاً فشل بريطانيا في إخماد الثورة، ثانياً اضطرار بريطانيا إلى تعديل موقفها حفاظاً على مصالحها في المنطقة، ثالثاً إعلان بريطانيا عن رغبتها في تأليف حكومة وطنية، رابعاً تشكيل هيئة سياسية تضع دستوراً للبلاد، وأخيراً إجراء استفتاء شعبي عين فيه الأمير فيصل بن الحسين ملكاً على العراق. لدينا هنا نشاط، اقرأ المستند في مدة دقيقتين ثم أجب عن الأسئلة الآتية. لدينا السؤال الأول، بين بنود المعاهدة البريطانية العراقية. من ضمن هذه البنود يوافق صاحب الجلالة فيصل على قبول نصيحة حكومة صاحب الجلالة بريطانيا من خلال المعتمد السامي في جميع القضايا ذات الصلة بمسؤوليات الدولية والمالية ومصالح حكومة صاحب الجلالة. أما السؤال الثاني، حدد موقف الملك فيصل من المعاهدة مع بريطانيا. الإجابة هي احتج عليها بشدة كونها لم تترك مجالا له ليمارس صلاحياته. ونأتي الآن إلى معاهدة 1930 بين العراق وبريطانيا. من أبرز أطراف المعاهدة شخصيا هو رئيس الوزراء نور السعيد مع دولة بريطانيا. من أبرز بنودها أو النصوص التي نصت في هذه الاتفاقية، أولاً تعترف بريطانيا باستقلال العراق اسمياً وانضمامه إلى عصبة الأمم، ثانياً تتولى بريطانيا الدفاع عن العراق في حال قيام الحرب، ثالثاً يقدم العراق تسهيلات ومساعدات اللازمة للقوات البريطانية المقيمة على أرضه،
رابعا احتفاظ بريطانيا بحق التشاور مع العراق في السياسة الخارجية. رفض الشعب العراقي هذه المعاهدة فقام بالعديد من الإجراءات، من أهمها انقلابات وانتفاضات كان من أبرزها انقلاب رشيد علي الكيلاني بدعم من دول المحور. المقصود هنا بدول المحور هي بزعامة اللي هي ألمانيا وإيطاليا واليابان لتصفية النفوذ البريطاني في العراق. ثانيا نجاح بريطانيا في القضاء على هذه الحركة. ثالثا فرضت بريطانيا هيمنتها على العراق حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. من أبرز المعاهدات التي قامت بها العراق بتوقيعها هي كالتالي: أولا معاهدة بورتسموث في عام 1948. أطرافها بين العراق وبريطانيا كان من أهم بنودها تحتفظ بريطانيا بهيمنة سياسية وعسكرية في العراق، أما من أهم نتائجها أدت إلى اضطرابات عمت العراق. ثانيا استقالة الحكومة. أما المعاهدة الأخرى هي معاهدة حلف بغداد في عام 1955. الدول المشاركة في هذا الحلف هو العراق، بريطانيا، باكستان، إيران، وأخيرا تركيا. من أهم بنود هذا الحلف: أولا تعزيز الصداقة بين الدول الأعضاء، ثانيا حفظ السلم والأمن لدول الحلف وشرق الأوسط، ثالثا محاربة الشيوعية. طبعا يعتبر هذا النظام متداول في الاتحاد السوفيتي سابقا وحاليا روسيا، وأخيرا الحفاظ على المصالح الغربية خاصة النفطية. من أبرز نتائج حلف بغداد في عام 1955 هي كالتالي: أولا حاول نور السعيد استقلال الحلف لفرض سياسته التعسفية على العراق لكنه فشل. ثانيا تعاونت الأحزاب المعارضة مع الجيش لإسقاط الحكم الملكي ورجله نور السعيد. ثالثا شهد العراق سلسلة من الانقلابات حتى عام 1979 حين تنازل أحمد البكر عن الرئاسة لصالح صدام حسين منذ عام 1979 إلى عام 2003. وختاما في درسنا لهذا اليوم تعرفنا على كفاح الدول العربية ونضالهم، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.